الان الجزء هذا راح تبدا بالفحوصات اللي بنعملها على الاندكشن موتور حتى تطلع البارامترز. شو البارامترز اللي بدي اطلعها على الاندكشن موتور حتى اطلع السيركت تبعته الايكوفالنت سيركت؟ ايش هي البارامترز اللي بدي اطلعها؟ شو بتتكون الايكوفالنت سيركت تبعت الاندكشن موتور؟ ايش فيها بير فيز؟ ار سي واكس اكس ام اي بس ار سي واكس ام. ايش كمان؟ ار 1 وار 2 اكس 1 واكس 2. اذا لو طلعنا على الايكوفالنت سيركت بير فيز راح نلاقي في عندي ار 1 جي اكس 1 بعدين عندي الكور والماجنتايزيشن كور لوسز جي اكس ام بعدين عندي بالسكند عملت ريفيرال وشفت الترانسفورمر عشان اخذ الايكوفالنت سيركت فعندي هون راح يكون في مقاومه ار2 مقاومه ار2 1 ماينس اس على اس بعدين جي اكس. اذا هدفنا من هذا الجزء طبعا هذه بير فيز هاي مكرره ثلاث مرات لكل فيز راح تتكرر مره. اذا كان مثلا ستار كونكتد راح تكون هاي ستار تبعت ستار بوينت وراح يكون الفيز الثاني والثالث مشبوكين مع هاي الدائره. اذا التست اللي راح نعملهم هدف التست اللي راح نعمله راح نعمل 3 تيست من الثلاث تيست المختلفه راح نعملهم مع هذا المحرك. هدفي اقدر اوصل لقيمه ار1 وار2 واكس1 واكس2 واكس ام. راح نضطر ندمج اظن ار سي هلا راح نشوف لما نيجي نعمل الفحوصات بس راح يطلع معنا اكس1 واكس2 وار1 وار2. ماشي واضح شو هدفنا نعمل؟ اذا الفحوصات في عندي ثلاث فحوصات. هلا الطريقة اللي راح نشبك فيها المحرك راح يكون مشبوك بالطريقة هاي. اذا بتطلعوا ايش اللي عمالي بقيسه هون؟ طبعا هدول الفيزز هذا فيز 1 و 2 و 3 هدول 3 فيزز. ايش عمالي بقيس؟ فولتج عمالي بقيس الكرنت اللي ماشي بكل واحد من الفيزز. طب ليش بقيس كل واحد من الفيزز؟ ليش ما بحط اي واحد بس؟ كلها بعض ليش؟ مش المفروض المحرك سيمتريكال؟ مش 100% سيمتريكال الا يكون لفة المحرك طريقة تركيب المحرك في الداخل اللي يكون في اختلافات بسيطة. فممكن يكون عندي اختلافات بسيطة بين A1 و A2 و A3 اللي هم هدول أميترز. كيف بعرف انهم أميترز؟ ليش قلت عن هدول أميترز؟ مشبوكين ان سيريز. اشكرك يا بس مشبوكين هدول الثلاثة ان سيريز. عادة اللي بشبكوا ان سيريز مين هو؟ أميتر. شو اللي بشبكوا ان باراليل؟ فولتج. هذا فولتج. هون احنا معتبرين انه السبلاي سيمتريكال فانا حاطط في وحده بس هون بقيس عليها. طيب هدول ايش بقيسوا؟ باور الباور اللي داخل المحرك. انا هون مش مستخدم غير 2 وات ميترز. هذا وات ميتر. الوات ميتر ايش عماله بقيس؟ عم بقيس الكرنت وعم بقيس الفولتج وعماله بقيس الباور. طبعا بضربهم وباخذ الفيز انجل وكل هاي الاشياء بعطيني الجواب هون ان واتس. بس انا مش مستخدم ثلاثه منهم مستخدم اثنين. بنقدر نثبت انه اذا شبكت واحد من الوات ميترز الفولتج تبعه ما بين هاي النقطه وهاي النقطه والفولت والوات ميتر الثاني الفولتج تبعه بين هاي النقطه وهاي النقطه نلاحظوا هاي الفولتج هي بين هاي النقطه وهاي النقطه والكرنت هون النتيجه هي بتساوي الباور اللي بيسحبه 3 فيزز بالحاله هاي. بنقدر نثبت رياضيا ما راح ادخل فيها. اذا عندي الان عمالي بقيس انا التوتال باور اللي بيسحبها المحرك اللي بجمع بي 1 زائد بي 2 مضبوط. يا جماعه تي 1 زائد تي 2 بعطيني التوتال باور اللي بسحبها هذا المحرك. بعرف الفولتج اللي موجود هون وبعرف الكرنت اللي عم بسحبه 3 فيزز. التست اللي راح نعملهم هم ثلاث تست منهم. في عندي اول تست يعني التست الثلاثه اللي راح نعملهم. اول تست اللي هو دي سي ستيتر ريزيستنس تست هلا راح احكي عنه. التست الثاني اللي هو نو لود تست. شو بيشبه النو لود تيست؟ الاوبن سيركت تيست في المحول. وثالث واحد اللي هو لوكس روتو تيست. طبعا شديد على المحرك لان ايش بعمل؟ بمنع الروتور انه يتحرك ميكانيكيا بحط شيء يمنع الروتور يتحرك. وبعدين ايش ببدا بزيد؟ بزيد الفولتج عليه شوي شوي بكميه قليله وبعدين بقيس الكرنتس والفولتجز والباور اللي بيسحبها والثلاث تيست. من اول تيست بحط بس دي سي فولتج على ستيتر ما بين تو تيرمينالز
وبقيس الكرنت اللي بيمشي. هذا رح يعطيني دي سي ستيتر تيست، رح احكي عنه بتفصيل اكثر. النو لود تيست رح اشغل المحرك بدون ميكانيكال لود عليه، ما في عليه ميكانيكال لود، رح احط عليه الريتد فولتج واقيس الكرنت اللي بسحبه والباور اللي بسحبها. والتيست الثالث رح امنع المحرك ميكانيكيا بالقوه انه يلف، ورح احط فولتج قليل عليه واقيس عند هذيك اللحظه قديش الكرنت وقديش الفولتج اللي مر في هذا المحرك. اذا هذول الثلاثه تيست، الهدف من هذول الثلاث تيست اني اطلع البارامترز المختلفه الموجوده في هذا الايكوفالنت سيركت.